تحياتي لكل الزوار واعضاء القناه في كل مكان. فيديو مدته دقيقه و40 ثانيه اثار الجدل الكبير على موقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت، وهو الفيديو اللي اذاعه الاعلامي نشأت الداهي لحنين حسام الطالبه بكليه الاثار جامعه القاهره، احدى اشهر مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي المتعلقه بالفيديوهات القصيره تيك توك ولايك. وبسبب هذا الفيديو تعرضت الطالبة حنين حسام لهجوم شديد جدا سواء على موقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا، واللي اتهمها الاعلامي نشأت الداهي بالتحريض على الاعمال المنافية للاداب بعد دعواتها لبعض الفتيات في تقديم محتوى عبر احدى التطبيقات، واللي بسببه هيجنوا اموال كتيرة جدا وهتكون بالدولار. وطبعا كان ليها مواصفات معينة في البنات اللي هتختارهم يشتغلوا معاها. اول شرط يكونوا اكبر من 18 سنه، والشرط الثاني تكون البنت جميله المظهر، والشرط الثالث يكون النت عندها كويس والاضاءه تكون كويسه. وفي نفس الوقت حذرت اي شاب ان يدخل على الوكاله بتاعتها ويشترك فيها. وختم كلامه الاعلامي نشأة الداهي وطالب او كان ليه طلب في الحلقه بتاعته، وقال المفروض الجهات الامنيه تقبض على الطالبه حنين حسام ويتم فحص الفيديو اللي تم نشره على السوشيال ميديا او على موقع التواصل الاجتماعي. بعدها بساعات قليله دخلت في مداخله مع الاعلامي سيد علي، واللي وجه ليها بعض الاسئله. اول سؤال وجهه ليها الاعلامي سيد علي قال لها: هم اهلك موافقين على الفيديوهات اللي انت بتعمليها؟ طبعا هي ردت عليه وقالت اه اهلي موافقين. السؤال الثاني اللي كان موجه ليها: يا ترى انت بتطلبي او عامله الاعلان ده للبنات بس ولا للشباب؟ طبعا هي للاسف وقعت في نقطه خطيره جدا. في الفيديو الاولاني قالت: انا طالبه البنات فقط وممنوع ان اي شاب يشترك في الوكاله. لكن لما ردت على الاعلامي سيد علي قالت له: لا انا عامله الاعلان للشباب وللبنات والاثنين ممكن يشتركوا فيه. وعشان ما فيش حد يقول ان انا بقول الكلام ده من عندي، انا هجيب لكم الفيديو الاصلي اللي هي كانت منزلاه على موقع التواصل الاجتماعي ونشوف الكلام بتاعها كان ايه، وهجيب لكم الكلام المداخله التليفونيه اللي كانت بتتكلم فيها مع الاعلامي سيد علي، وهنعمل مقارنه بين كلامها الاولاني وكلامها الثاني عشان بس تشوفوا التناقض وصل لحد فين. وفي نهايه الفيديو طبعا هنعرف ايه اللي تم معاها، يا ترى اتحولت لاستحقاقات، يا ترى اتقبض عليها ولا لسه. وبعد كده هندي ملخص بسيط على بدايه القصه اللي اثارت جدل كبير على موقع التواصل الاجتماعي. هسيبكم دلوقتي مع المقطع الاول لحنين حسام، وبعد كده هنكمل المقطع الثاني ونقارن بين المقطعين. اهلا وسهلا بكل حبايب قلبي. انا عايزه اقول لكم حاجه بس النهارده مميزه شويه في الستوري. انا عارفه ان قعدتنا في البيت دي جت بالخراب علينا كلنا، وعارفه ان ناس كتيره قوي اشغالها تعطلت، وعارفه ان ناس كتيره عندها مشاكل ماديه الفتره دي. عشان كده انا عملت وكاله على لايكي. الوكاله دي انا خلاص مسكت ورقها ومسكت ادارتها، ومش هزار ومش دعايه، لا هي وكالتي انا، انا اللي هكون موجوده في الجروب. انا صلحت الموبايل بتاعي التاني اللي كانت فيه مشكله عشان يفتح وعشان اعرف ان انا اتواصل معاكم وكده. انا عايزه الجروب بنات بس مبدئيا. اي شاب هيدخل في الجروب عشان هيعمل مشكله او هيدخل يضايق او اي واحد مسقوق او اي واحده مسقوقه، انا مش هقول لكم ايه اللي هيحصل فيها، انتوا تشوفوا بعينيكم. فبلاش، ان ده اكل عيش، فما تكونش انت سبب في اذى حد في اكل عيشه، مش اكل عيشي انا، اكل عيش الناس اللي هتدخل. فكل البنات اللي عايز تدخل في لايكي، انا بس مش عايزه قوي يا حنين. طب ايه مواصفات البنات اللي انت عايزاهم؟ اول حاجه ما يقلوش عن 18 سنه، يكون شكلهم كبير شويه. المفروض ان حضرتك مذيعه في ابلكيشن، ما ينفعش تكوني طفله قاعده، صح؟ الا لو طفله عندك موهبه، دي حاجه تانية يعني وعلى راس. تاني حاجة ان انتي بس تكون عندك نت كويس، عندك اضاءة كويس، انا مش هحتاج منك اكتر من كده. اللايف يا جماعة شوية بيكون فورمال، بمعنى ان انت ما ينفعش تطلع اللايف ده بأي لبس خارج.
المميز عندي هنا في لايكي او المميز معايا انا شخصيا ان انا ما بحبش الحال المال، وانتوا عارفين حاجة زي دي، ولذلك انا دايما بقول بيجو وحش بيجو وحش. مفيش تجاوزات هنا، فاللي داخل اللي عامل حسابه على قلة الادب، لا هو الكلام ده مش عندي انا، وخاصة في وكالتي. انا مش هكون عايزة 20 بنت قلعين مالت عشان يجيبوا دعم وناس، لا انا عايزة 100 بنت يجيبوا بين واحدة احسن ما التارجت هنا يا جماعة مفتوح. فكويس ان مش كل الناس هتساوي بعض. انت لو جبت 5000 ليك قبض معين، لو جبت 10، لو جبت 30، لو جبت 80، لو جبت 200، لو جبت 300، لو جبت 400، كل حاجة بتكون ليها قبضها، تمام. من اول القبض بيكون من اول $36 لحد 2000 و3000 دولار. القصة كلها بس زي ما قلت لكم، انتوا هتفتحوا لايف بوشكم، مش هتفتحوا بلاك سكرين لشاشة سوداء، اضاءة كويسة زي ما انا قاعدة كده، نت كويس. انا مش محتاجة من سيادتك اكتر من كده، شكل لائق شوية. تفتح اللايف بتاعك، داعمينك هيدخلوا، الناس هتدخل، هتبدأي تتعرفي على الناس، هتبدأي تكوني صداقات مع الناس بشكل محترم وجميل. وانا بيجيلي كل حاجة، انا بتجيلي كل حاجة، فانا بعد اذنكم مش عايزة تجاوزات في وكالتي. انا اهم حاجة عندي السمعة، والله انا مش مهم عندي يكون عندي يعني 20 بنت. قبل ما اقول انا خلصت الموضوع ده، بالنسبة لصحابي، بالنسبة لاي حد من البلوجرز، من التيك توكرز، اي حد من الناس دي عايزة تدخل في لايكي، تدخل تبعتلي مسج. حقكم عليا يا جماعة، انا عندي ضغط فظيع، مش هجري ورا كل واحد واقول له اشتغل والنبي، لا، اللي عايز يشتغل يدخل يكلمني. علاني وعلى راسي، تمام. كمان ايه الجروبات دي يا جماعة، بعد اذنكم، ولا للتعارف ولا للهزار. وانا اول ما هلاقي اي ممبر بيعمل مشكلة او بيعمل اي هزار او اي تهريج، انا هطلعه بره بلا رجعة. انا هحفظ الارقام عندي في شيت، عشان لو انت فكرت ان انت تهزر وتدخل تاني، انت مش هتدخل تاني، تمام. انا مش عايزة ولا هرج ولا مرج في الجروبات، انا عايزة جروبات شغل. اعتبروا نفسكم بتشتغلوا مثلا في براند، والبراند ده فيه مانجر، والمانجر ده عامل لكم جروب، وانتوا بتسألوا عن المعلومات بس اللي تخصكم في الجروب. فالهزار والضحك والحاجات دي بره الجروبات خالص بعد اذنكم. الكلام اللي سمعتوه دلوقتي هو الكلام اللي قالته الطالبة حنين حسام، واللي بسببه تعرضت لهجوم كبير سواء على السوشيال ميديا او موقع التواصل الاجتماعي. وبعد المداخلة اللي عملتها مع الاعلامي سيد علي، الكلام ده كله اتغير تماما، وقالت انا الدعوة بتاعتي كانت موجهة للبنات وللشباب، لكن المقطع اللي احنا سامعاه دلوقتي الدعوة موجهة للبنات بس، وفي نفس الوقت حذرت الشباب من الدخول للوكالة بتاعتها او التسجيل فيها، وقالت ان اي شاب هيدخل ويضايق اي بنت انا هتصرف معاه بطريقتي الخاصة. دلوقتي هندخل ونشوف كلامها اللي قالته مع الاعلامي سيد علي، وهنقارن بين كلامها الاولاني والكلام اللي قالته بعد كده. اولا يعني حنين، انت ايه الضجه اللي انت عاملاها؟ انت صغيره يعني. والله حضرتك انا اللي انا عايزه اقوله ان ممكن انا طيب تسمعي السؤال الاول؟ ممكن تسمعي السؤال؟ اتفضل. طالبه جامعيه في كليه اثار، يعني جايبه مجموع كبير. سؤالي الاولاني ليك يا حنين قبل ما انت عايزه تقولي، هل بابا وماما واخواتك بيشوفوا الفيديوهات دي وموافقين عليها؟ والله حضرتك انا والدي ووالدتي بيشوفوا الفيديوهات، اللي انا مستغربه ازاي الناس بقت فتره يعني كارهينها، مع ان انا فيديوهاتي لا فيها اي نوع من التعري ولا فيها اي نوع من الافعال البشعه، ولا انا بجيب شباب معايا وبنعمل فيديوهات مواقف وحشه وبيتمسك ايدي وبيتمسك رجلي والحاجات الغريبه دي، ولا انا عمري في يوم اتسربت لي صوره بشعري ولا اي حاجه من الحاجات دي. وفي اكتر من 2000 شخص مشهور على التيك توك وعلى الانستجرام وبيعملوا فيديوهات، وفي منهم. طيب ايه اللي انت كنت بتقولي ان عايزه ب 20 بنت مش 100 بنت وبالفلوس؟ ايوه حضرتك، اللي انا بقى عايزه اوضحه بقى في القصه دي، ان في برنامج لايفات اسمه لايكي، تاني بلاتفورم بعد التيك توك، بيشتغل فيه نرمين ماهر، بتشتغل فيه دره، بيشتغل فيه فنانين كويسين ومعروفين جدا وبكل ادب وبكل اخلاق. طبيعي ان هم هيستعينوا بحد مشهور، انا وغيري، وفي بلوجرز كتير قوي بيروجوا للموضوع ده، امال هم هيجيبوا البنات منين يا جماعه؟ اللي عايز هم عايزين بنات بس ولا بنات واولاد يا حنين؟ حضرتك بنات ولاد، والفيديو بتاعي 3 دقايق، الاعلامي المحترم اقتص 3 أو 10 ثواني منه، اللي هو على مزاجه اللي يعمل منه الحلقه اللي قلبت الدنيا دي. انا قايله في الفيديو بتاعي بنات ولاد، ولو حضرتك دخلت عملت سيرش دلوقتي وحملت ابلكيشن لايكي وفتحت الليدر بورد اللي هم المتصدرين على مصر، هتلاقي اول متصدرين على مصر 6 شباب مش بنات.
وحضرتك ملهاش علاقه بالبنات والولاد. الناس يا حبيبي فهمت ان انت اسمعيني بس، الناس فهمت ان انت لما بتتكلمي وتقولي انا مش عايزه 100 بنت، انا عايزه 20 بنت ومش عارفه تاخدي فلوس ايه ودولارات ايه، الناس فهمت مساله تانية. خلينا اقولها لك كده على انها نوع من انواع الدعاره المخنن. يا سيدي الفاضل الفيديو 3 دقايق، الناس لو سمعت الفيديو كامل هيفهموا قصدي، لكن انت لما تقص حضرتك حتى اللي انت عايزها وعايز تعمل عليها بلبلة طبيعي انها تتفهم كده. وبعدين ده انا عيل عايزة 20 بنت محترمين، انا مش عايزة 100 بنت قلعين، انا عايزة 20 بنت محترمين. مش اول طيب. واحدة في الدنيا تطلع تقول يا جماعة انا عايزة اعلان عن ابليكيشن فلان، مش حنين بس في طيب. انت مش ملاحظة يا حنين ان انت صغيره في السن تطلعي تقولي انا اجمل واحده، انا هرم مصر الرابع، انا يا اخواتي انا مش عارف ايه، انا مش ملاحظه ان ده ممكن يبقى خلق لك اعداء ويعمل لك نوع من انواع الاستفزاز؟ وبعدين حاله التربص بيكي والتنمر بيكي، الناس مستفزه من الكلام، كميه غرور عندك غير عاديه. يا سيدي الفضل انا عمري في حياتي ما طلعت قلت انا اجمل واحده، ده انا الستوري بتاعي امبارح يشهد، بقول انا لا جميله ولا فيا حاجه حلوه، انا عاديه جدا. هرم مصر او الهرم الرابع ده لان انا في كليه اثار، لان في اصلا يعني حضرتك اساتذه مغيرين اساميهم باسامي تاريخيه مخلده. انا من تاثري بكليتي ومن حبي في كليتي انا درست يعني ايه هرم. في كليتك بتعيد السنه ليه؟ انا علشان غيرت القسم، انا كنت في قسم يعني السيد المحترم رئيس الجامعه لو كان بص في الملف هلاقيني ان انا كنت في مصري وحولت يوناني. طبيعي لما اكون في قسم واحول قسم تاني بنزل سنه، مش علشان انا سقطت، لان انا غيرت القسم حبيت يوناني. يا حنين حنين انت كلام الناس كتير عليك والحالة التربص بيك والردود اللي عليكي والتريقة اللي عليكي، مش بتتأثري بيها؟ مش بتخليكي تندمي؟ مش بتخليكي تقولي لا انا اراجع نفسي، انا بنت ناس، انا ممكن ناس تفهمني غلط، وان في الاخر حضرتك عشان بنت ناس انا دلوقتي الناس اللي هم اهلي عايزين نقفل السوشيال ميديا، واللي انا شايفاه ان التنمر والسخرية والشتيمة وكل الحاجات دي بتحصل في كل البلوجرز المعروفين. بس القصة في فترة الكورونا حضرتك مثلا دلوقتي قاعد ماسك موبايل، انت حضرتك ولي امر عادي ماسك موبايلك وقاعد معاك اسرتك وبتلعب في الموبايل عادي وبتقلبه، قاعدين زهقانين. الموضوع ما عمره ما وصل مع بلوجر للتلفزيون، لان عمر ما كان فيه وعي بالطريقه دي او عمر ما كان فيه فراغ بالطريقه دي. يعني سبق ومحمود الشيمي وسبق وناس كتيره جدا طلعت ترندات وكانت في ناس بتسخر منهم وبتتنمر عليهم، عمرها ما وصلت للتلفزيون. احنا حاليا في حاله فراغ، والا ما كانش زمان شخص زي انا في مساءله قانونيه. يا سيدي الفضل هقولها تاني، انا الناس اللي بتتنمر عليا او اللي بتتريق عليا عمر ما حد جاب لي صوره بشعري وانا مع حضرتك. طيب انت خدت كام يا حنين؟ حنين خدت كام عشان تعملي دعايه للابلكيشن؟ يا سيدي الفضل اي شخص بلوجر بياخد مبلغ على الستوري بتاعته، ده شغلي يا حبيبتي. انا مش بتهمك، بقول لك خدت كام؟ حوالي 3000 جنيه بالظبط. 3000 جنيه ولا دولار؟ لا 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 لا، لو دولار حضرتك ما كانش زماني الاوضه بتاعتي اللي انا بصور فيها بقالي سنه ما زلت بصور فيها، كان زماني نقلت في اي مكان تاني في مدينتي او في الرحاب معروف اي. طيب قولي لي يا حنين، حنين قولي لي معلش، هل المساله بدات منكم انتوا ولا بدات من الفنانين؟ وهل كونك ان انت قلت ان احنا اللي شلنا المساله على كتافنا هي اللي عملت كل الدوشه دي؟ حضرتك يعني حتى الفيديو ده حضرتك لو ترجع للفيديو على التيك توك هتلاقيني ما قلتش كده، هتلاقيني بقول يا سيدي الفاضل انا مش معترض ان سيادتك تعمل تيك توك، انا معترض ان انت تشتمنا بقالك 3 سنين، وكان كلامي موجه لليوتيوبرز، معترض ان سيادتك تشتمني وتطلع تعمل نفس اللي انا بعمله وتتنمر عليا وتعلم الشباب تتنمر وفي الاخر تعمل تيك توك. لكن انا ما كانتش مشكلتي مع الفنانين ولا قلت اني بنيت على كتفي، انا رحت ولا جيت بقالي سنتين غيري بقاله 5 سنين. قولي لي انت مره ثانيه، بابا وماما راضيين على اللي انت بتعمليه؟ راضيين على اللي انا بعمله 100%، بس مش راضيين عن الناس بتعمله. يا سيدي الفضل انا بقول لحضرتك حتى الان هات لي صوره بشعري، الوحش ده بينتشر له صور لما الدنيا بتقوم عليه بتكون بشعه، صح حضرتك؟ صور مع شباب، صور بشعر، شات قذر، معرفش ايه، حاجات من دي. لكن انا عمري في حياتي ما انتشر، حتى في ناس بتقول في فيديو شتايم ما ببقاش الشتيمه طالعه من بقي، بيبقى سكرين سودا كده وبيقول لك دي حنين بتشتم. طب يا باشا ما تجيبني انا وانا اللي بشتم، مفيش. فانا عمري في حياتي عملت يعني حاجه. يعني انت يا حنين ما انتش حاسه ان انت غلطتي في اي حاجه؟
والله العظيم انا لو غلطت في حاجه لكنت قلت، انا اقسم بالله ما غلطت في اي حاجه، ويمكن ده اللي هيقهرني ان انا ما غلطتش في اي حاجه. انا عمري في حياتي ما عملت حاجه وحشه، حتى انستجرامي لو حضرتك تنزل تبص هتلاقيني رحت عملت مبادره مع 57 مع ال طيب حنين مع حنين انا اولادي اكبر منك يا حنين، وانا عمري في حياتي انا طول الوقت بنتصر للمراه وللفتيات. انا بقول لك ان انت زودتيها حبتين، وان انت ابديتي للمشاهد عندك قدر من الغرور ومن الاستفزاز وحاجات كده يعني، وانت لسه صغيره قدامك الطريق كويس قوي قوي. التيك توك ده مكان ونافذه ممكن تقدمي بيها حاجات مهمه جدا جدا، تفيدي بيها بنات جيلك وتفيدي بيها نفسك، وممكن تقدمي بيها حاجات رديئه جدا جدا. الخيار قدامك يا حنين. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، بدل ما هم باصين على التيك توك اللي كلنا انا وبنات كتيره جدا، في اكتر من 2000 بنت مشهوره ويمكن في نفس ارقامي واكتر مني موجودين على التيك توك، لما انا باجي احط جمله يعني مثلا لما انا اجي اقول انا اثرت تسونامي ما بعتمدش اسامي، طب دي كل الناس بتحطها كابشن، فين غروري انا؟ عمري في حياتي ما اتغريت اكتر. يعني انت شايفه ان انت مش غلطانه؟ تجرير واسلم انا عليه، يعني لما بلاقي حد عايز يتصور معايا ما بسيبوش واقف مكسوب. يا حنين خليني في اللي انا بقوله لك، ما انت لو الزمن رجع بيكي هتعملي نفس اللي انت عملتيه ولا تصلحي وتبقي اقل غرورا وتقولي ان انا بنت عندي مثلا 18 20 سنه ان الالفاظ اللي انا بقولها ان ان ان، وتراجعي نفسك. والله العظيم انا زي ما بقول لحضرتك انا عمري ما طلع مني لفظ، انا عمري ما طلع مني لفظ، لان انا في السوشيال ميديا مستحيل، ده انا لما حد بيشتمني في كومنت يستحيل اردها له بشتيمه. عايز اقول لحضرتك حاجه، انا بعمل محتوى برضو مفيد، لو حضرتك فتحت اليوتيوب وكتبت حنين حسام هرم مصر هيظهر لك قناه 1,400,000 هتلاقيني بتكلم فيها عن فيديوهات الاثار، بس لكل مقام مقال. التيك توك فيديوهات حركه واغاني والناس كلها بتبقى عارفه يعني ايه تيك توك، لكن اليوتيوب انا يوم ما دخلت في اليوتيوب عملت محتوى كله افاده وكله حاجات كويسه، برضو الناس قعدت تتكلم. شوف يا حنين، شوف يا حنين، انا اديتك فرصه انك تقولي ان انت في بعض الحاجات اخطات عنها، انك تعتذري عن بعض الاشياء. انا ممكن كان اي حد فهمني غلط علاني وعلى راسي، واسفه لو كنت ضيعت وقت حضرتك والله، بس انا والله كمان مره واسفه لبابا وماما ان هم بيتعرضوا لان الناس تتصل تقول لهم بنتك هتتحبس او بنتك اترفضت وحاجه توتر الاعصاب، بس انا اقسم بالله كمان مره ما عملت اي حاجه تستحق اللي انا فيها دي. ولو حضرتك دخلت على الانستجرام بدون ذكر اسامي هتلاقي بنات قلعه قدامك. انا ماليش علاقه بيهم يا حنين، البنات القلعه انا ما بكلمهاش يا حنين، انا بكلمك انت وبقول لك انت اصغر من ولادي، والناس كلها بتتعامل معاك على انك بنت ممكن يبقى شكلها جميل وفي جامعه، ان انت ممكن الطريق بتاعك لو كنت بيت افواري حاولي تهذبي نفسك. ده كلمتي على راسي والله. انا موافقه يمكن القصه دي عشان انا اقعد اراجع حساباتي مع نفسي، بس انا اللي بقوله لحضرتك يا رب تراجعي حساباتك مع نفسك تماما، ومن تواضع لله رفعه، وفي الاخر انت بنت لا تمتلكي الا سمعتك على الاقل علشان تقدمي للمتنمرين والمتربصين بيكي، وان انت الناس اللي فهماكي غلط حاولي تقدمي لهم حاجات تانية تفهميهم ان انت صح مش غلط. رسالتك ايه لجامعة القاهرة يا حنين؟ رسالتي لجامعة القاهرة ان انا جايبة في الترم الاول جيد جدا مرتفع، وان انا بروح محاضراتي كلها وبحضرها كلها، وان انا عمري في حياتي ما استغليت جامعتي في حاجه وحشه، ودايما بفخر بجامعتي، وان انا ما يعني ما قدمت لهمش اي حاجه وحشه، ولا فيديوهاتي كانت مسيئه ولا فيها اي حاجه من الحاجات دي. ممكن تضيفي للي بتقوليه، ولو كان كلامي فهم خطا فانا بعتذر عنه. دي حقيقه، انا فعلا لو اي كلمه من كلامي فهمت بطريقه غلط انا اسفه، وحق الجامعه نفسها عليا، بس انا اقسم بالله وانا خلاص يا حنين ولكل الناس المتربصه بيكي لو كانوا فهمكي غلط لابد من الاعتذار ليهم. وانا اسفه ليهم، مفيش اي مشكله. اشكرك يا حنين. عندي فاصل. بعد ما سمعت المقطع الاولاني لحنين حسام والمقطع الثاني اللي كان مع الاعلامي سيد علي، انا هسيب الرد والتعليق ليكم انتوا. انا بالنسبه لي سمعت المقطع الاولاني والمقطع الثاني وعملت مقارنة بينهم، لقيت التغيير في الكلام 180 درجة. في المقطع الأولاني كانت دعوة للبنات بس، لكن في المقطع الثاني مع الإعلامي سيد علي كانت بتقول له إن أنا موجهة الدعوة للبنات وللشباب، وده طبعًا ما حصلش. عشان كده أنا هسيب التعليق والرد لكم أنتم. هنيجي بقى دلوقتي للنقطة المهمة.
بعد الضجه الكبيره اللي اتعملت على السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي، ناس كتير بتسال يا ترى ايه اللي هيتم مع حنين حسام. طبعا قبل ما اكلمكم او قبل ما اعمل الفيديو انا تصفحت اكتر من موقع على السوشيال ميديا، وفي مواقع كتير قالت ان هو تم القبض عليها ويجاري حاليا التحقيق معها. من نقطه تانية وصلنا الخبر موثوق منه ان الدكتور رئيس جامعه القاهره احال حنين حسام الطالبه بكليه الاثار الى التحقيقات بالجامعه لقيام بسلوكيات تتنافى مع الاداب العامه والقيم والتقاليد الجامعيه، وذلك بعد ان تلقت الجامعه العديد من الرسائل حول قيام احدى الفتيات وتدعى انتمائها لجامعه القاهره، واللي اثارت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات اللي فاتت، وذلك بدعوه الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير اخلاقيه مقابل مبالغ ماليه، مشددا على ان الجامعه ستتخذ اقصى عقوبه ضد الطالبه حنين حسام، وقد تصل هذه العقوبه للفصل النهائي من الجامعه لارتكاب افعال لا تتناسب لا مع القيم ولا مع التقاليد الجامعيه. ده كان اخر قرار سمعنا بيه عن حنين حسام. وطبعا بدايه القصه كلكم عارفينها. القصه بدات مع حنين عبر تطبيق لايف، وهو تطبيق للفيديوهات القصيره يعتمد على تقديم اداء حركي مع الاغنيه او المقطع الصوتي، وهو نفس الامر بالنسبه الى تطبيق تيك توك. حنين ظهرت في احدى الفيديوهات من منزلها ودعت الفتيات الى العمل من المنزل، والعائد المادي يصل الى مئات الدولارات. وقالت انا عارفه ان في ناس كتير قاعده في البيت واشغالها اتعطلت، علشان كده انا عملت وكاله على لايك، الجروب هيكون بنات بس. خدوا بالكم من كلامها لان الكلام ده مش اللي قالته مع الاعلامي سيد علي. المهم قالت ان الجروب هيكون للبنات بس، واي شاب هيدخل الجروب او واحد مزقوق عليها يعني انا مش هقول انا ايه اللي هيحصل معاه، انتوا هتشوفوا بنفسكم فبلاش عشان ده اكل عيش. يعني الكلام اللي كانت قايلاه كان واضح انه موجه للبنات بس مش للشباب. طب ليه طلعت مع الاعلامي سيد علي وانكرت هذا الكلام وقالت انا كنت موجهه الدعوه للشباب والبنات؟ هل هي حست بالورطه اللي هي دخلت فيها وحست ان هي هتقع في مطب كبير وممكن يتم القبض عليها وتتحول للتحقيق؟ ما هي كده كده لازم تتحول للتحقيق. امال اشمعنى يعني الدعوه موجهه للبنات ومختاره البنات على الفراسه؟ يعني بنات جميله الشكل يكون عمرها اكبر من 18 سنه، يكون الاضاءه عندها كويسه، طبعا المكان اللي هي هتقعد فيه البنت بتصور الاضاءه تكون كويسه والنت يكون كويس طبعا عشان يبقى الفيديو اللي بتسجله اي بنت هيكون مباشر. طبعا الموضوع ده كان عامل قلق كبير وضجه كبيره زي ما قلت لكم على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت. حاليا دلوقتي زي ما قلت لكم ان هو تم القبض عليها زي ما بعض المواقع قالت، والجامعه اللي هي بتنتمي ليها اللي هي جامعه القاهره حاليا واخده قرار والتحقيقات ماشيه وممكن يتم فصلها نهائي من الجامعه. اتمنى يكون التقرير عجبكم، وفي انتظار طبعا اي نقطه جديده او اي خبر جديد هيتم نشره على القناه. ولكن في ملحوظه صغيره عايز اوضحها. حنين حسام بتمتلك اكتر من 800 فيديو على حسابها على تطبيق لايك، وكذلك ما يقرب من 6 مليون متابع لفيديوهاتها، وايضا تمتلك 750 الف متابع عبر حسابها الرسمي على انستغرام. والصراحه انا مستغرب، هي كانت بتقول للاعلامي سيد علي ان انا بقالي في الموضوع ده سنتين. طب ازاي سنتين وعدد المتابعين ليها بهذا الشكل وعدد الفيديوهات وصل 800 فيديو؟ شيء انا مستغربه. في نفس السياق او نفس التقرير كان لحنين العديد من الفيديوهات اللي كانت بتهاجم فيها مستخدمين
تيك توك اللي هو التطبيق يعني، والجدد الذين لجوا اليها اليه بعد الحظر والعزل المنزلي اللي كلكم عارفينه طبعا. اغلب الناس دلوقتي قاعده في بيوتها ما بتلاقي حاجه تعملها، فبالتالي بتشترك في تطبيق وتسلي وقتها. حنين حسام اللي كانت مطلعه دعوه وبتقول لهم انتوا قاعدين في بيوتكم وتعالوا اشتغلوا وانا هديكم مرتبات، في البدايه كانت بتهاجمهم، وده امر عجيب جدا وانا مستغرب له. يعني ازاي بتدعوهم وازاي في نفس الوقت كنت بتهاجميهم؟ طبعا عدد كبير من مستخدمين تيك توك حرصوا على تقديم محتوى يسخر من حنين حسام ده في الفترة الأخيرة أو بعد الفيديو اللي نزلته، وطريقة رقصها وحديثها باللغة العربية والإنجليزية، وهو ما جعل طبعا تتصدر الترند الأول على جوجل في عمليات البحث. أتمنى يكون التقرير عجبكم وفي انتظار طعمكم للقناة، وأسيبكم دلوقتي في رعاية الله.